يعني ايه انا اسال على شركه وانا في مصر بلادي، بسال على شركه هقول لكم بتاعت ايه، تمام؟ اللي يقول لي عليها مغربي يعني. سلام اختي بخير، هاني صحيحه مزيانه والله الا كندعيو معاك. ديما غير كنضرو كندعيو معاك، الله يسهل عليك، الله يجيبك ما تمنيتي، الله يفرحك، الله يطول عمرك، الله يفرح لي عزيز عليك، يا الله يجيبك اخبارك ان شاء الله اختي. ابويا وامي عمره، وطلع حمايا وحماتي عمره، هما يطلعوا من المغرب وهما يطلعوا من مصر ويتقابلوا في السعوديه، وانا وهاجر نطلع على جمصة. انا لما اتكلمت الزوز قلت له انت تأشيرتك يعتبر جاهزه، سهل ان انا اطلعها لك. قال لا انا نطلع احنا الاربعه، ما نطلعش لينا بقى مكان في كازا، في الرباط، في دي حافظه مراكش، اه وايه فاس وفاس مظبوط ان شاء الله خير، صافي مزيان ان شاء الله، صافي مزيان صافي وخا صافي مزيان دي فاهم يلا. سلام عليكم، معلش انا اسف، مستغربان، معلش معلش. يعني ايه انا اسال على شركه وانا في مصر بلادي، بسال على شركه هقول لكم بتاعت ايه، تمام؟ اللي يقول لي عليها مغربي يعني بالزاف يا المغاربه والله بالزاف. بصوا بقى، انا كنت حابب ان انا يعني بلان كده كنت مظبطه في دماغي، اني اطلع ابويا وامي عمره، واطلع حمايا وحماتي عمره، هما يطلعوا من المغرب وهما يطلعوا من مصر ويتقابلوا في السعوديه، وانا وهاجر نطلع على جمصة يعني والله يعني. فالمهم سالت واحد صاحبي هنا معاد، هتشوفوه معايا في فيديوهات تانيه، معاد شاب مغربي زي السكر يعني، هعرفكم بيه بعدين بس نخش في الموضوع. فالمهم جيت قعدت اتكلمت مع الناس، لقيتهم بقى ايه الشركه، انا عرفت معاد وصلني للشركه ليه، قال لي الشركه دي 90% شغلها مع المغاربه ومع المصريين. طب انتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه في المغرب؟ يعني احنا بنعمل حاجات كتير. احب اعرفكم استاذه نيفين اللي مسؤوله عن الشركه، طبعا في ناس كتير انا قابلتهم بس هي الوحيده اللي وافقت انها تطلع، ما تبخلش عليا بمعلومه. سهل يا جماعه الموضوع. لا لا عادي والله. ماشي خلاص اوكي. تمام، انا قلت لكم انا كنت بدور على ايه وعايز اعمل ايه. فالمهم انا يعني انا كنت بعمل عليا ابويا وامي وحماتي الباسبورات، الباسبورات كلهم منتهيه يعني، منتهيه خلاص، عايزين يعملوا باسبورات جديده. الزوز ربنا يخليك لنا يا زوز، الوحيد اللي الباسبور شغال جديد لسه نوفي. فالمهم قلت لهم طب انا عشان اخد تاشيره العمره او حاجه بعد طبعا الحج، صح كده؟ يعني الحج حاجه والعمره حاجه، ما انت مش ما انا عارف. لا انا لا ما تصغرناش، لا يعني احنا كنا بنشوف ان احنا هنطلعهم عمره، يعني عمره بعد طبعا العيد الاضحى والحج والزحمه والدنيا دي، طبعا ربنا ينولها لكل الناس، بس انتوا عارفين الدنيا ايه والدنيا انتوا عارفين، وانا ما بخلش على حد والله يعني، ربنا اللي يعني. فقالوا لي مفيش مشكله، وقت ما يكون الباسبورات جاهزه سهله ان هم يطلعوا لي التصريح ويطلعوا لي الفيزا، والفيزا ليا سماح ان انا ادخل المملكه بعد 90 يوم. لا هي التاشيره مدتها 90 يوم. هي وبيبقى ليك وبيبقى ليهم ليه برضو العميل لو سيد مطلعين له تاشيره حاليا، طبعا هي واقفه زي ما انت قلت بالظبط يا احمد، تمام، عشان الحج. اولا طبعا انا مبسوطه ان انت يعني ربنا يحفظك، ان انت الناس اتكلمت، ده انتوا نقطه ان انا لقيتكم هنا والله يعني. الحمد لله، فدي حاجه الاول حابه بس اشكر وجودك معانا. موضوع بقى العميل، ان احنا بنقدر نطلع التاشيره بيكون مدتها العميل يدخل بيها السعوديه ممكن حوالي 90 يوم، 3 شهور فعلا، 3 شهور، وبيقعد جوه السعوديه 90 يوم، تمام، بس 91 يوم ودقيقه لا بيبقى في مشكله، مش هيبقى في دخول السعوديه نهائي، بيبقى في غرامه 25000 في المطار واحنا راجعين،
بيحصل بصمة، يعني بتبقى ربنا بقى يبعدنا عن الغرامات والحاجات دي. بالظبط، هنمشي في السليم بإذن الله. فعادي هي بتطلع في يومين، العميل يبقى معاه التأشيرة بتاعته يقدر يحجز ويسافر على طول. طب يا زوز بص اسمع بقى يا زوز، هطلعك لوحدك. انا نفسي، انا بصور بالتليفون بتاعي. انا لو ما كنتش بصور بالتليفون بتاعي كنت اتصلت بيك واكدت الاخر. اصلا انا كلمته يا جماعه، قلت له يا زوز تطلع انت الوقت. قال لي ازاي؟ قال لي احنا الاربعه يا بلاش. معلم يا زوز اقسم بالله حبيتك اكتر واكتر. احنا في مصر هنا يعني عيش عيشه كل يا بنت، وهم في المغرب كده على طول. فانا لما اتكلمت الزوز قلت له انت تاشيرتك يعتبر جاهزه، سهل ان انا اطلعها لك. قال لا انا نطلع احنا الاربعه، ما نطلعش وان شاء الله ربنا يكتبها لنا. وبرده لما قلت للاستاذ نبيل على حوار الباسبورات، هي الباسبورات سهل انها تطلع، بس المشكله بقى ان كل واحد طلعني بجدول بلانات بعد عيد الاضحى، فانا مش عارف اعمل ايه. انا بحاول اعمل اللي انا اقدر عليه وهم بيطلعوا لي بقى اصلي مش عارف ايه اصلي. فالمهم سهل ان انا في اي وقت ان انا ابعت لكم صوره الباسبورات. يعني انت بابا وماما هنا في مصر لو تمام. صعب ان هم يروحوا ويعملوا الباسبور، احنا برضو الموضوع ده بنقدر نصلح. لا ما انت ما تاخدنيش في دوكه، انا عايز اسالك على حاجات عشان انا معاد قال لي يعني 90% من شغل الشركه ما بين المغاربه والمصريين، وقليل جدا بيكون في الخليج. ده حقيقي كفيز فعلا. بص احنا معظم الشغل بتاعنا في المغرب. اسمعوا بقى عشان انا ما بص دول اهلي والله، غير اهلي حماه وحماتي وابويا وامي. ايوه على رسمة والله احب اسمع. احنا اصلا مقر الشركه بتاعنا في السعوديه. تمام تمام. احنا استبلش من حوالي 3 سنين بالظبط. بلاش يعني هو هم بيفهموا انجلش بس الفرنش يعني اكتر. انا بعافيه يا جماعه. خلينا يعني جوسي مالاد اقسم بالله بالزاف زي ما عندهاش يا مرحميني في الفرنش. يعني لا خلينا عربي. اوكي احنا الشركه اصلا ابتدت من 3 سنين. تمام. المقر اساسا شركتنا اساسا في السعوديه. تمام. وفي مصر والمغرب لينا موكلاء كتير الحمد لله بتتعامل معانا زي الفل. تمام. لينا بقى مكان في كازا، في الرباط، في دي حافظه مراكش. وايه ده فاس؟ وفاس مظبوط. ما فيش في طنجه الشمال؟ طنجه يعني نص قريب باذن الله، قريب ان شاء الله قريب يا مسهل. فطبعا اي وقت العميل حابب ان هو يشرفنا في اي كلام من اي فرع من فروعنا طبعا مرحب بيه على راسي من فوق. تمام. معاك بقى يعني ما عندنا الحمد لله. طيب انا برضو خليكم مركزين معايا، يعني مثلا انا هسالك حاولي تفهميني. اوكي. انا عايز مثلا ايه اللي نقدر نعمله للمغاربه وهم قاعدين في بيوتهم لو هم محتاجين حاجه مثلا زي ايه؟ طيب انا الاول عايزه اقول لك احنا اسم الشركه اسم انجاز. ده انجاز. انجاز جه من ايه؟ ان هو احنا عايزين ننجز العميل من غير ما نتعبه. تمام. ولا ننزله ولا نوديه ونجيبه. تمام. في نفس الوقت في وقت قليل وبتكلفه كويسه ومضمونه، خدمه مضمونه. تمام. فاحنا الحمد لله قدرنا نحقق المعادله الصعبه دي. نقدر نعمل ايه للعميل؟ اي حاجه تخص السفر بتيجي في باله. نقدر ان احنا نساعده عليها. هسهلها لك. يعني انت دلوقتي كلامك بيقول ان احنا ممكن، يعني انت ممكن بتجيب الفيز من الفيزا للمغاربه لمصر. ايوه. سؤال بس ثواني يا جماعه عشان في ناس كتير مش فاهمه نقطه. الفيزا اتلغت للمغاربه لنزول مصر، لكن في حاله واحده لو نازلين جروب سياحي او معاهم فيزا شنجن او فيزا بريطانيا او اكيد انت عارفه الكلام ده. لكن كفرد مغربي نازل مصر لازم فيزا على الباسبور. فيزا على الباسبور او عند الوصول يعني. تمام. يعني الاثنين في 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 فيزتين للمغرب. مظبوط. فيزا من السفاره المصريه في المغرب. صح. وفي فيزا عند الوصول بس دي مش هتكون دايركت لمصر. ده حقيقي. صح كده؟ كده هو ده الفرق، ان دي التاشيره اللي على الجواز الاستيكر دي بتخلي الكلاينت يحجز بشكل مباشر من المطار للقاهره مباشر. طب اسهلها لهم اكتر معلش يا نبيل. يعني باختصار انت كراجل مغربي او واحده مغربيه على راسنا نازلين بلدنا هتشرفونا، عايزه تنزلي لوحدك او اتنين عايزين ينزلوا مثلا كده، انتوا عندكم حلين. لو انتوا ما معكوش
فيزا شنجل او بريطانيا او امريكا او 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 بتعملوا ايه؟ يا اما بتطلعوا بتضطروا ان انتوا تطلعوا فيزا من السفاره يا اما في فيزا تانية لما توصلوا مصر عند الوصول، بس دي ليها طريقه تانية اللي هي ايه؟ اللي هي مثلا انت الفيزا اللي بتطبع من السفاره دي بتحجز من المغرب لمصر نيشن دايركت، تمام؟ لكن الفيزا اللي عند الوصول ما بتحجزش نيشن، بتحجز ترانزيت، اللي هو بتحجز مثلا من المغرب لتونس او من المغرب لتركيا، لان كده كده ملكوش فيزا مع تونس وملكوش فيزا مع تركيا، تمام؟ تبدا بقى ايه الفيزا يعني من تركيا بقى انت حاجز مصر اصلا ترانزيت، فبتخش الترانزيت بتنزل تركيا بيقابلك حد، تمام؟ بياخدك من ايدك بيركبك الطياره مش تركيا مصر، ده الكلام ده انت بتركب الترانزيت لمصر. واول ما تنزل مصر في مندوب بيبقى واقف، في مندوب بيستنيك باسمك، بياخدك بيخلص لك اجراءاتك، بيحط لك التاشيره على الباسبور، سلام عليكم وعليكم السلام، وبتنوروا مصر، تمام؟ ده اختصارا يعني. مظبوط. طيب ايه غير الفيزا؟ طبعا انت بتتكلمي من الفيزا من المغرب لمصر. مظبوط. وبتخلصوا الفيزا من مصر للمغرب. لو عايزين المصريين عايزين يطلعوا سياحه او حاجه. بس طبعا مصر للمغرب يبقى لازم مهنه عليا في الجواز، يعني المهنه كويسه. تمام. وشويه هي يعني حاليا مش بسهوله. هي صعبه بس انتوا ما شاء الله. ان شاء الله بنجيبها. انجاز يا جماعه. بنجيبها لا بنجيبها. انجاز. تمام. طيب ايه غير الفيزا للمغاربه لمصر ومن مصر للمغرب؟ ايه غير الحوار ده؟ احنا عندنا اي حاجه بقى تخص السعوديه، اقامات معانا، تاشيرات معانا، تاشيرات حره، تاشيرات اقامات حره وتاشيرات في سياحه بتبقى مدتها 90 يوم. تمام. تاشيره العمره باذن الله لما تفتح. معلش انا سؤال، يعني مش هقول لك الثمن كام بالظبط، بس هسالك سؤال، التاشيرات مثلا من المغرب للسعوديه، تمام، يعني اللي هي بتاعت العمره والاسعار ايه؟ بص احنا بالنسبه لاسعار العمره على الاقص احنا الحمد لله يعني بفضل الله افضل سعر هنكون في السوق المغربي. ليه؟ هقول لك ليه؟ لان احنا مننا للوكيل بشكل مباشر. انتوا طلعتوا طبعا طلعتوا ناس. طلعنا في ناس طلعت راحت عمره، وهتلاقي على السوشيال ميديا الصفحات بتاعتنا في ريفيوز. في ريفيوز. طبعا. هحطها لكم ونشوف المغاربه قالوا ايه. سلام اختي بخير، هاني صحي حمزينه، والله الا كندعيو معاك. ديما غير كندرو كندعيو معاك، الله يسهل عليك، الله يجيبك ما تمنيتي، الله يفرحك، الله يطول عمرك. الله يفرح لي عزيز عليك. يا الله يجيبك. بارك ان شاء الله اختي. وكالة الاصفار شكرا بزاف، كل شيء الحمد لله تمام، ربي يخليك وبارك الله فيك. شكرا اصفار انجاز على التاشيره. الناس الحمد لله مشكره، الناس طلعت معانا باقات عمره وكل الناس الحمد لله. الاسعار كانت رخيصه. الاسعار بص ما ده بقى انا سؤال عايز اسالك فيه. لا اساليهم هم. انتوا لما بنجيب سعر كويس ليه بتحسوا ان احنا يعني ناس مالناش يعني مش تمام او في نصب في الموضوع؟ لا هو الموضوع ان احنا بنقدر ان احنا نجيب سعر كويس. يعني انتوا بتجيبوا سعر مخفض عن السوق المغربي ففي بعض الناس يخافوا. انا واحد منهم. مش عارفه ليه بس الناس بتيجي تسال على السعر الاحسن برضه. فهمتك. طب ايه الفكره؟ هقول لك انا الفكره في ايه. احنا الوكيل اللي شغالين معاه يعني مدينا سعر يعتبر اكسكلوسيف، يعني مفيش حاجه خالص ورا، يعني لسبب احب احتفظ بيه. تمام. لا طبعا. فمدينا سعر شبه محروق بالنسبه لباقي الوكلاء كلهم في السعوديه. يعني هو متهل فيهم. يعني ايه بقى؟ لا يعني هو كده ظابط الكلام معاكم. بالظبط كده ظابط. بيحبوكوا زياده عن اللزوم. ايوه عشان شغلنا الحمد لله كويس، مش عامل اي مشاكل، شغلنا مظبوط، فهو مدينا السعر الاكسكلوسيف ده. فانا طبيعي مش هطلع بنفس السعر اللي باقي الشركات بياخدوا بسعر اعلى، فانا طبيعي عشان كده بنزل بالسعر بتاعي. فهمتني؟ هي دي التريك اللي يمكن العميل مش بيبقى فاهمها كويس وبيخاف منها. تمام. بس
فكان بقطع عمره. انتوا مشكله عندكم بقى هو الطيران اللي سعره يعني المشكله في سعر الطيران هو اللي بيرفع سعر الباقه. لكن انا العميل لو جاي عايز عمره وعايز اقامه بس في الفنادق عادي، عايز اقامه بس معانا، عايز تاشيره بس معانا. اي حاجه العميل ممكن تقف بسببها ان هو يسافر او يعمل عمره او كده ان شاء الله معانا محلوله، ما فيش اي مشكله. طب زي الفل كده، احنا يعتبر خلصنا الشغل برضو اللي انتوا بتخلصوه للمغاربه والمصريين في السعوديه. مظبوط. في دول ثانيه بتتعاملوا معاها؟ لان مثلا انت عندك مصريين وفي مغاربه وفي جنسيات ثانيه برضو تبعها. تحياتي للناس كلها طبعا. مثلا هنقول في مصريين في مغاربه في السعوديه بيبقى ليهم مثلا متطلبات، في مغاربه مصريين في قطر بيبقى ليهم متطلبات، عايزين يعني زي ايه بقى؟ انتوا بتشتغلوا في ايه تاني؟ بص احنا كجنسيات اللي شغالين معانا، احنا معظم الجنسيات العربيه الحمد لله معانا، واحنا الشركه الوحيده في مصر اللي بتقدر تجيب تاشيرات لجنسيات عربيه. معظم الشركات هنا في مصر شغاله مصريين. تمام. فاحنا الحمد لله من قله الشركات اللي بتقدر تخدم المغرب رقم واحد. عندنا بنخدم الجزائر، تونس، لبنان، تركيا، السودان. تركيا مش دوله عربيه بس. يعني معلش انا حمار في الجغرافيا. لا لا حاجه لا انا ليه ولا عليا انا مش عارفه. هي صريحه صراحه على اللزوم، انا ماليش دعوه كملي. المهم اقول لك عامه الجنسيات اللي بنقدر نخدمها. السودان برضو من ضمن الجاليات اللي بنقدر نخدمها وفي شغل كويس هناك. فاحنا الحمد لله بنقدر نوفر معظم الخدمات اللي العميل عايزها، غير طبعا المصريين هنا ليهم خدمات بقى البهاريس كلها هنا في المصريين طبعا. المصريين عايزين مثلا انت بتتكلم على المصريين هنا يبقى اكيد شغل حكومه مثلا. هنا طبعا سجل مدني، توثيق خارجيه، قنصليات، عايز يطلع جواز، عايز يغير المهنه في البطاقه عشان عايز يسافر ومش عارف. انتوا بتسهلوا الاوراق؟ سؤال معلش معلش انا يعني هقاطع يعني هقاطعكم عن الكلام شويه. دلوقتي مثلا يعني انا معرفش يعني بس هو مجرد سؤال. انا عايز اسافر اوروبا. تمام. وانت عارفه فيزا اوروبا صعبه لسه للجنسيات. في جنسيات بيكون مثلا الباسبور بتاعها كويس بينجز لها التاشيره. وفي ناس ما شاء الله تبارك الله معاهم وعادي الدنيا، ومثلا يقول لك خدت ريفيوز، خدت رفض من السفاره ما تعرفيش السبب. ايوه. انتوا ممكن تسهلوا حاجه زي كده يعني ليكوا؟ بص هقول لك، طبعا تاشيرات اوروبا على الاخص عشان تيجي مضمونه بارقام فلكيه بصراحه، يعني احنا كسيسه شركه ما مش هنتدخل. مش لا مش ما بشتغلش فيها لان هي ارقام فلكيه بصراحه. تمام تمام. لكن في بقى بيفرق ايه في حته تجهيز الملف اللي هو للدول الشنجن ده. تمام. بيفرق بقى من شركه لشركه في ايه؟ ان انت يبقى معاك حد عايز اقول لك ايه يعني اكسبرت، حد عنده خبره كبيره جدا في المجال ده. تمام. وعارف ترتيب الملف. انت شنجن وانت داخل ما كانش الملف يترتب بترتيب معين ده اولها كده. فالترتيب ده مهم، ان يتقال لك الورق. الناس اللي بتعمل حاجات دامي وكده حاجات وهميه ده بيترفض. تمام. فاحنا بنقول للعميل بمنتهى الشفافيه والمصداقيه، انت لو رتبت ورقك او جهزت 1 2 3 4 باذن الله بنسبه 85% بيبقى في حاله قبول للجواز اللي داخل بالشكل ده. فده برده متوفر عندنا ان احنا ندي العميل الخبره بتاعتنا في القصه دي، معانا ناس اكسبرت جدا في الموضوع ده. بس فده برضه بنقدر نساعد العميل. اعتقد كده احنا جمعنا شويه معلومات عن الشركه عشان ناخد اللي احنا عايزين منها براحتنا. طب يعني انا مش عارف يعني ايه تاني؟ بقى قطر، تاشيرات قطر موجوده عندك. ما انت حددي لي التاشيرات. التاشيرات عباره عن سياحه ولا تاشيرات عمل؟ بص اقول لك، احنا كل التاشيرات اللي عندنا سواء اقامات او تاشيرات انا ما بجيبش شغل حقيقي يعني انا ما بوفرش شغل. ثواني. يعني هي كده من كلامها بتقول لكم ان انا بجيب تاشيره حره. مظبوط. احنا عندنا اقامات حره مدتها امارات. في عندنا 3 شهور وسنه. 3 شهور وسنه امارات والسعوديه. تمام. الاثنين دول عندنا ليهم اقامه. تمام. العميل يروح هناك اللي اوريدي مسافر على شغل ممكن بياخد ال3 شهور بتبقى احسن له. تبقى احسن له بالظبط كتكلفه. لكن اللي لسه هيروح يدور بيبقى وقتها على الكفاله بتاعتنا، على كفالتنا. بيقدر ان هو يروح ويستقر هناك سنه. هنيجي في حته كده معلش، الحته دي احمد عايزه اذكرها، ان العميل بيروح ممكن يلاقي اسعار في حته الاقامات دي ممكن اقل شويه، مش كتير، اقل شويه. دايما مش السعر هو في الاخر الاهم، في اهم ان انت لما تروح هناك
ما يحصلكش مشكله بسبب الكفيل. طبعا انت عارف الكفيل ده الكفيل بيكون بره. ايوه روحك في ايده بمعنى اصلا. فانتوا بتبقوا اصلا يعني الفيز دي بتبقوا واخدينها من كفيل يكون احنا بنقول كده شبعان وعينيه مليانه ومش يعني مش من النوع اللي هو مش هدفه الماده ان هو يستغلك بالظبط. احنا السعوديين او سواء في الامارات او في السعوديه اللي بنتعامل معاهم ناس محترمه، ناس كلها متعلمه بره، ناس مش هدفها الماده على قد ما هدفها خدمه الناس بشكل محترم وشكل مظبوط. العميل ما يروحش هناك بقى يلاقي السعودي بيستغله، العميل ما يروحش هناك يلاقي السعودي يبلغ عنه الجروب، هيروح هيقضي مدته بمنتهى الهدوء والسلام. الطلب من السعودي اي طلب بيقدر الحمد لله يلبيه موجود. فدي حاجه مهمه جدا جدا، زائد السعر طبعا اللي يبقى مناسب. حبيت بس اذكرها يعني. تمام. مثلا في دوله ثانيه نقدر نذكرها او حاجه ليكوا شغل معاها؟ انت قلتي الامارات، قطر، السعوديه. الامارات وقطر والسعوديه. الاردن، البحرين بقى باذن الله بنحاول قريب، لان انا عارفه في حته المغرب تاشيرات البحرين فيها مشكله. انتوا مركزين مع المغاربه ليه يا جماعه؟ عشان انا يعني بس انا بحبكم فانا بحبهم بالسيف واللايف. اهلا. لا هو انتوا طب انت ايه الكلمات اللي حافظاها من المغرب؟ طيب في دودان دي عارفاها؟ دودان مش دودان مش دودان دودان دي. طب ايه هو طيب الدودان؟ المطب عندنا مطب. انا عرفتها متاخر والله عم تعمل دودان. دودان. وفي بقى ايه تاني؟ وفي اسمها الشطابه. الشطابه. وعندكم حاجات والباميه ملوخيه، والملوخيه باميه حاجه كده. ماشي ماشي يعني على قدنا كده. بذاكر انا صدقتها ان شغلانه عمري خلاص. انا حط بالبلاد بتاعت الناس بتاع المغاربه اللي كانوا بيشتغلوا معايا. بيدعوا لنا احلى دعوه في الكعبه والله في الحرم. خلاص يعني انا يعني يعتبر احنا كده خدنا كل المعلومات من عندك. كنت عايز اسالك على ايه تاني بس نسيت. انا بس عايزه الناس اللي شافتنا وحابه تيجي تتكلم او تسال اي حاجه يقولوا بس يعني عايزه اقول ايه كلمه السر احمد زيدان. بس احمد زيدان وهيبقى في ان شاء الله. لا يعني انا كمان انا واثق كمان في الشخص اللي جاي من الشركه. ولما جيت اتكلمت بقى وسمعت وفهمت وشفت انا اتاكدت. وانتوا عارفين انا ما بطلعش في ناس كتير قوي لما بتفكرني ان انا مثلا اعمل فيديو كده ان انا بعمل اشهار. انا اي معلومه تخص مصر والمغرب واي دوله عربيه بتتابعني انا ما بخلش عليها حاجه. هتلاقوا كل حاجه عندي في القناه، دايما بطلع بشارككم باي حاجه انا بقع فيها او بتفرحني. يعني حاجه زي كده انا كنت عايز اعملها مثلا لاهلي، فواحد صاحبي انا واثق فيه جدا من الرجاله اللي عرفتها جابني للشركه انجاز وقال لي في 1 2 3 ورحت. وفعلا يعني انا مش انسان صغير اللي انا عندي دماغ، انا هسمع لكن غير لما انا اسمع واشوف وقتنا. فانا ما بحبش ابخل عليكم بحاجه، ودايما بيبقى عندي لما حد بيجي يسالني اقوم بعت له الفيديو اقول له اسمع. فانت بقى ودماغك انت فاهمني؟ بس لما تجرب بقى انت الخدمات بتاعتها لازم. لا انا كده كده هجرب. يعني حلو وحش تقول بس طبعا كل الحلو. لا 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 انا بقول اي حاجه وهم عارفين ان انا ما بعقلش على حد. لا باذن الله يعني بص هنشرفك ان شاء الله. ان شاء الله. بس اهم حاجه كلمه السر احمد زيدان. احمد زيدان. انا هسيب لكم الاكونتات بتاعتهم على السوشيال ميديا، انستجرام، فيسبوك، في رقم واتساب، هتلاقوه رقم واتساب سعودي مخصوص بشركه انجاز اللي هيكلمهم يقول لهم لو سمحت احنا جايين من طرف احمد زيدان عشان يسهلوا الجواب ويفضلوا معاكم لغايه ما تحشموهاش. لا لا ما تقلقش والله. ما تخليهمش يغضبوا علينا لو غضبوا علينا. ما تقلقش. يعني ما تخليهمش يغضبوا علينا. لا لا انا عارفه. لا لا ما تقلقش والله. يعني هم يبعتوا لنا بس هو اللي فيه احمد زيدان و تمام. ان شاء الله يعني كل حاجه هتبقى تمام والناس تقتنع يعني تبتدي تتاكد ان احنا شركه تمام والامور كلها تمام. ان شاء الله خير. صافي مزيان ان شاء الله. صافي مزيان. صافي وخا. صافي مزيان. دي فاهم. والله. ان
اتشرفت بيكي جدا. نورتنا يا حاج والله. ربنا يحفظك يا رب. انت بس جهز حاجه بابا وماما وطنط وانكل تمام أمين. وبس ابعت لي الصور مش محتاج اي لما حاجه. خلاص طبعا الحوارات دي هكون انا ان شاء الله رجعت المغرب طبعا هبقى معاكم في فيديو تاني يعني هتلاقوا الرد بالصور بالمنظر ده. واهم حاجه بقى دعوه بقى من الحرم كده باسم الشركه يعني ان شاء الله لما يسافروا بالسلامه باذن الله ان شاء الله. حاجه اخيره هقولها لكم بعيد عن ده، في ناس كتير من ساعه ما نزلت مصر كانوا بيكلموني عن السياحه في مصر، ان في بعض من الناس بيتكلموا ان بيسالوا على اسعار لو في جروب سياحه نازل. ده طبعا انا بتكلم بقى في حاجه تانية. فانا هعمل لكم فيديو عن جروبين مش جروبين، جروب نازل في شهر 7 او شهر 8 لو حابين، لو حابين انا هسيب لكم رقم تليفون فيه برضو، لسه هعمل الفيديو وكل التفاصيل بالفندق. هيبقى دايركت دايركت من المغرب لشرم الشيخ. استنوا الفيديو ده ان شاء الله هتشوفوه بعد الفيديو اللي احنا بنصوره دلوقتي، في فيديو تاني نازل بكل التفاصيل. لو حابين انا هبقى معاكم وهرجع اقول لكم انا ما بطلعش اقول او ان انا اتكلم على حاجه غير لما اكون واثق فيها جدا، لان انا ما بحبش يعني مسؤوليه كبيره والناس بتثق فيا ان انا اطلع يعني ما ينفعش اقول اي حاجه وخلاص. فان شاء الله باذن الله بعد الفيديو ده هعمل لكم فيديو تاني بكل التفاصيل. شرفت بيك يا استاذه نبيل. ربنا يحفظك يا رب. وعايز اشكر النبي عشيري، عشيري معاد المغربي ولد البلاد اللي جابني هنا شركه انجاز. اشوفكم على خير، سوا عليكم. Sit down.